يقول السائل هنا: ما حكم تنازل الحسن لمعاوية رضي الله عنهما؟ ثبت عن النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا، ومن نظر في خلافة الخلفاء الراشدين لوجد أنها 30 بالتمام بالتمام، حيث توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ربيع الأول 11 سنة، ثم تسلم الخلافة بعده أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم الحسن. وتنازل الحسن بن علي عن الخلافة في 41 من ربيع الأول. فلما تحسبها من 11 إلى 41 30 سنة تماما، وهذه من علامات النبوة، النبي يخبر عن أمر المستقبل، الخلافة بعدي أي بعد وفاتي 30 سنة، خلافة نبوة. ففي نهاية خلافة الحسن انتهت خلافة النبوة وبدأت الملك وحكم معاوية رضي الله عنهم أجمعين. الحسن بن علي رضي الله عنه لما حصل الخلاف بين علي ومعاوية على دم عثمان، بحيث إن علي رضي الله عنه كان يرى أن تستقر أمور الخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وتستتب الأمور، ثم بعد ذلك ينظر في قتلة عثمان بعد أن يأتي أولياء الدم، أولياء دم عثمان أبناؤه يأتون ويطالبون بالدم، يعني قضاء، ثم ينظر يشهد من الذي شارك في القتل، من الذي كذا، يستجوبون وكذا، حتى لأنه لا يعرف من الذي قتل عثمان على تحديد، يعرف أن 6000 جاءوا حاصروا بيت عثمان أو قريب من هذا العدد، لكن من الذي دخل على عثمان وقتله لا يعلم إلى اليوم، لا يعلم من الذي قتل عثمان رضي الله عنه، لكن يعلم أنه حوصر من قبل الخارجين عليه قبحهم الله، وأنهم دخلوا عليه البيت وقتلوه، لكن لا أحد ما في أحد قام وقال أنا الذي قتلت عثمان، فلا يعرف قاتله على التعيين. فكان علي رضي الله عنه ينتظر حتى تستقر الأمور ويستتب الأمن، ثم بعد ذلك ينظر في قتلة عثمان. فطلب البيعة من معاوية أن يبايع كما بايع الناس، وكان معاوية في الشام في ذلك الوقت. معاوية رضي الله عنه أبى أن يبايع لعلي، وقال حتى تقتل قتلة عثمان، يعني ماذا تأخرت في قتل قتلة عثمان، فأنا لا أبايع حتى ينتهي هذا الأمر، أو سلمني أنا الأمر وأنا أقتلهم قتلة عثمان، وأنا ولي الدم عثمان ابن عمي، تتركني أنا أخذ حق عثمان. فكان علي رضي الله يأبى على معاوية ذلك، يقول له: لست أنت الذي تسير الأمور، وإنما أنا الذي أسير الأمور، أنا الخليفة. ومعاوية يقول: وأنا أيضا لا أبايع حتى ننتهي من هذه القضية. فحصل أن علي رضي الله عنه لم يقبل قول معاوية، ثم كانت معركة صفين، ثم صار الصلح وانتهى القتال بين علي ومعاوية 37، صار الصلح، ثم استمر هذا الصلح حتى استشهد علي رضي الله على يد الخبيث عبد الرحمن بن ملجم. فلما استشهد علي رضي الله عنه تمت البيعة للحسن ابن علي رضي الله عنه، وكان الحسن لا يوافق عليا في القتال، وكان يرى أن لا يقاتل معاوية وأن يؤخر الأمر، وكان علي يرفض رأيه، حتى إنه بعد معركة صفين وبعدما انتهت المعركة وحصل فيها قتل كثير، ندم علي رضي الله عنه على هذا الأمر وحزن حزنا شديدا، فقال له الحسن ابنه: يا أبتي كنت قد نهيتك، يعني أن تقاتل في هذا، فقال: ما كنت أظن أن الأمر سيصل إلى هذا الحد. لا، انتهى الأمر وصار الصلح بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. ثم لما استشهد علي 40 من الهجرة
في رمضان الشهر التاسع تمت البيعة للحسن بن علي. الناس في ذلك الوقت أهل الشورى بايعوا الحسن بن علي. فلما بويع الحسن بن علي رضي الله عنه استمرت خلافته 6 أشهر، من الشهر التاسع من سنة 40 إلى الشهر الثالث من سنة 41. في الشهر الثالث من سنة 41 تكلم الحسن، اجتمع الحسن مع معاوية وقال له: نوقف القتال نهائيا وأتنازل لك بالخلافة وتصرف أنت كما تريد، زين، لكن أهم شيء أن نحفظ دماء المسلمين. وكانت هذه من الحسن رضي الله عنه منقبة عظيمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مدحه بها، فقال صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وفعلا أصلح الله على يديه رضي الله عنه وأرضاه. وبعد أن تنازل الحسن لمعاوية تمت البيعة لمعاوية، صار خليفة للمسلمين أو ملكا للمسلمين، وسمي ذلك العام بعام الجماعة، سمي ذلك العام بعام الجماعة. وقد أثنى جميع علماء المسلمين على الحسن بن علي بهذا الفعل، إلا شرذمة من نابتة الرافضة في ذلك الوقت الذين غضبوا على الحسن رضي الله عنه من أهل العراق لما صالح معاوية وقالوا له: يا مذل المؤمنين، وصاروا إذا سلموا عليه يقول: أنت لست أمير المؤمنين، أنت مذل المؤمنين. لماذا؟ لأنه تنازل لمعاوية، يكرهون معاوية. ونحن الآن بين قولين، قول هؤلاء مذل المؤمنين وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد. فأيهما نقبل؟ لا شك أننا نقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسن سيد، وأن خلافته خلافة نبوة رضي الله عنه وأرضاه. نعم.